فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عما يحصل في العراق وفي فلسطين، وهذا أحدها. يقول: نواجه إشكالا مع كثير من الناس، وهو قولهم إن العلماء ذكروا في مؤلفاتهم المتقدمة والحديثة أن الجهاد يكون فرض عين في حالات منها إذا دهم العدو بلادا من بلاد المسلمين. لا، ما قالوا بلادا من بلاد المسلمين، يقولون بلد، بلد المسلمين، إذا داهموا البلد الذي أنت فيه يجب عليك، أما بلاد أخرى فلا يجب عليك هذا. ما قالوا بلدا من بلاد المسلمين، قالوا بلد، بلده، إذا داهم العدو بلده. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.